توقعات خبراء المال كان لهم النصيب الأكبر في قراءة الكف الاقتصادية للبلاد تحديدا الموازنة للعام الحالي والتي سجلت أعلى رقم في تاريخ العراق متجاوزا 140 تريليون دينار متخطيا عتبة 100 مليار دولار أمريكي اثقلت الموازنه بالنفقات التشغيليه التي قدرت ب80 تريليون دينار وذهبت كمصاريف حكوميه ورواتب موظفين وقرابه اقل من النصف الى الاستثمار يترافق مع اعلان الرقم الذي وصلت اليه الموازنه ما كشفه برنامج الاغذيه العالمي عن انخفاض نسبه الدين العام اكثر من اي وقت مضى لكن خبراء صنعه الاقتصاد ومعهم محللون المشهد السياسي اتفقوا على ان وفره خزينه الدوله فائض قد يذهب سدى في حال استمرت البلاد في عام جديد دون استغلال تلك الارقام من عائدات النفط دون تفعيل الاستثمار الذي بدوره سيخدم الموازنات المقبله ويدفع بميزانيه ملموسه في الشارع العراقي. ومن منطلق الحديث عن اسباب تاخر الموازنه يطفو على سطح طاوله التفاهمات بين الكتل والقوى السياسيه اختلاف على فقرات الموازنه الحاليه التي ربما ستؤخرها عن وقتها المحدد فيما تستمر نقاط الخلاف بين حكومتي المركز والاقليم على ذات المنوال بعدم الوصول الى تفاهم على نقاط حصه كردستان من النفقات التشغيليه وعوائد النفط والغاز وهذا ما يؤكده البرلمان بضروره الوصول الى اتفاق كشرط اساس لتمرير الموازنه او سيكون التاخير مصيرها مجددا وهو ما سيهدر المزيد من اموال خزينه الدوله. مرحله مهمه ايضا مرهونه بيد الحكومه التي ستحدد ما اذا كانت اموال الموازنه ستخدم منهاجها الوزاري ام انها ستخفق في اول خطوات تمريرها سيما اذا تاخر موعد اقرارها.